مع تزايد الاتجاه للإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي لمعظم السلع والمنتجات الغذائية في إقليم شمال وشرق سوريا خلال السنوات الأخيرة، انتشرت تجربة زراعة الخضار باستخدام البيوت البلاستيكية للتغلب على الظروف المناخية التي تمنع إنتاج أنواع كثيرة من تلك الخضار في الأحوال العادية، ولا سيما خلال فصل الشتاء. إقبال كبير للزراعة في البيوت البلاستيكية نظراً للفروق الكبيرة بينها وبين الزراعة المكشوفة، والتي تتمثل بحماية المزروعات من البيئة الخارجية، مما يؤثر على كمية المنتجات وجودتها وإنتاج أكبر كمية من المحاصيل خارج مواسمها الزراعية وعلى أقل مساحة أرضية ممكنة. والله انتقلنا احنا دشرنا الزراعة العادية، لأن ما تخسرنا كثير، يعني عم نزرع مساحات كبيرة وما بنستفيد منه شيء. يعني الحلبيت بلاستيكي مساحته نص دونم، بينما يعني بعيضك إن شاء الله الله بارك بيه عم بعيضك عن 5-6 دونمات، يعني زراعة طبيعية عادية. يعني خضروات كثيرة يمكن زراعتها داخل البيوت البلاستيكية، وخاصة تلك التي تنمو بسهولة ولا تحتاج إلى مصاريف مرتفعة كالبندورة والفليفلة والخيار والكوسة، فيما يتجنب المزارعون أصنافا أخرى من الخضروات نظرا لتكاليفها الباهظة. والله الفواكه احنا قولي ما بنعرف بيها هي السالفة أكثر شيء، بس نعرف بالخضروات أكثر شيء زراعة البندورة والفليفلة والخيار والكوسة، يعني هذول أكثر شيء منتشرات عنا. والباذنجان يعني كلها صارت علينا، البذرة الحصتين محسوب علينا بالدولار، الأسمدة كلها بالدولار، يعني عندك كل شيء بدنا نجيبه، الأدوية هي البخان، الفلاحة الدلم، يعني اليوم حسين احنا اذا بدنا نفلح الارض بس فلاحة بدنا نجيب دراكتور ام ياخذ كل دلم 14-15 دولار بس يفلحها. وعلى الرغم من تحديات عدة تواجه تلك التجربة، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة بناء البيوت البلاستيكية والحاجة إلى عمالة متخصصة في الزراعة فيها، إلا أنها تعد تجربة واعدة، حيث يمكن أن تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات وزيادة الإنتاج الزراعي وتوفير فرص عمل جديدة حسب أبناء المنطقة.